السلام عليكم، معكم ايوب بن حيدين. ان شاء الله اليوم غادي نكملوا الشرح ديال ليكونومي مونيتير اي فينونسيير اس 4. فهاد الفيديو رقم 6 غادي نكملوا او غادي نشوفوا لا موني شيلي نيو كلاسيك. في الفيديو اللي قبل كنا شفنا لا موني شيلي كلاسيك وبالضبط ليكواسيون دو فيشر اللي بينا فيها لا ديكوتومي اونتر لا سفير ريال اي لا سفير مونيتير اي ان ليا اي ال اكزيست ان ليا كوزال اونتر لا ماس مونيتير اي ليفوليسيون جينيرال دو بري. دابا غادي نشوفوا لي نيو كلاسيك. كيف ما كنعرفوا لي كلاسيك اي نيو كلاسيك توت لاناليز فيغ لا ميم سونس، سيتادير لو برانسيب دو لا نوتراليتي دو لا موني بور لو موتيف دو ترانزاكسيون، لا موني سي تان فوار، هادشي كامل كيتفقوا فيه لي نيو كلاسيك اي لي كلاسيك. وكيف ما كنعرفوا لاناليز نيو كلاسيك او لي نيو كلاسيك روبروندر لاناليز دو فيشر، يعني خداو لاناليز دو فيشر، اي بور لاناليز دو فيشر ان بريسي ا ام، يعني لا ماس مونيتير كي دي ام دي لوفر دو لا موني، سيتادير لاناليز اي فوندامونتالمون بازي سيغ لوفر، اي سا سي با ان سيربريز بور لي كلاسيك، لحقاش بالنسبة لي كلاسيك لوفر كري سا بروبر دوموند. لا دوموند نانتيريس با لي كلاسيك، ما عمر لي كلاسيك اهتموا بلا دوموند. لحقاش بالنسبه لهم لوفر كري سا بروف دوموند، سي لادير كيل كو سوا لا كونتيتي دو برودكسيون كو لونتربريز فوز الي برودوير، فوز ايت سيغ اي سيغتان فوندر سور لو مارشي افيك ان ميكانيزم دي فليكسيبيليتي دي بري. يعني كيف ما كانت الحجم الكميه اللي غتنتجها هاد الشركات فانهم غادي يبيعوها في الشركه يكونوا متاكدين وعينهم غامضه، يعني ما كانوش كيهتموا كاع بالجوده ولا شي حاجه، المهم كانوا كينتجوا تينتجوا تينتجوا عارفين بانهم غادي يبيعوا. حتى لواحد النهار غادي يلقاو الازمه، غادي يوقع واحد لا كريز ديال 1929 اللي غادي تبدل بزاف ديال الامور وغادي تحيد عندنا لي كلاسيك وتجيب عندنا مدارس اخرى. ولكن دابا حاليا حنا في لي كلاسيك اي نيو كلاسيك. يعني بالنسبه لي كلاسيك الا كان لوفر سوبيريور على دوموند شنو كيديروا لي بري كينزلوا لراسهم، الا كان لوفر انفيريور على دوموند لي بري كيطلعوا لراسهم. يعني هنا كنهضروا على لا فليكسيبيليتي دي بري. بالنسبه لادم سميث كيف ما قال لا ما انفيزيبل، يعني ليكيليبغ اي اسيغي باغ لا فليكسيبيليتي دي بري. هادشي بالنسبه للكلاسيك، لي كلاسيك يعني عطاونا بانه لا فليكسيبيليتي دي بري لو مارشي توجور اون سيتياسيون ديكيليبغ اون سيتياسيون دو بلان دومبلوا، وما عمر غادي تكون ازمه كاع في هاد المارشي او في هاد ليكونومي، وغمضوا عينيكم ونجو سيرو بيعوا فراحتكم. وغادي تجي الازمه ديال 1929 اللي غتقلب الموازين ديال ليكونومي كامله. ولكن نيو كلاسيك مهدو لواحد الحاجه، لحقاش نيو كلاسيك من خداو ليكواسيون دو فيشر ماشي خلاو هكا، لحقاش ليكواسيون دو فيشر قلنا بازي سيغ لوف، ولكن نيو كلاسيك غادي يتبازاو على لا دوموند، ما غاديش يتبازاو على لوف، غادي يتبازاو على دوموند ويخرجوا لنا ليكواسيون دو كومبريجيان اللي سماوها لا دوموند لا موني. وغادي يقول لك بانه الا قالوا لي كلاسيك بانه لا دوموند لا موني بور لو موتيف دو ترانزاكسيون، نو لي نيو كلاسيك غادي يقول لك وي لا دوموند لا موني بور لو موتيف دو ترانزاكسيون بوان كوما افيك لي كلاسيك، مي اون اوتر موتيف سي لو موتيف دو بريكوسيون. وهذه كنسميها الثوره بالنسبه لي نيو كلاسيك ضد لي كلاسيك، ماشي ضدهم ولكن هما كيمشيو في لا ميم سونس، ولكن راه كاين واحد التطور كبير. لحقاش انت كنتي بازي سيغ لوف وغادي تجي النيو كلاسيك اي بازي سيغ لا دوموند، وانت كتقول بانه ما عمر غادي يكون عندنا شي موتيف واحد اخر غير لو موتيف دو ترانزاكسيون، وغادي يجي يقول لك يبرهن لك بانه كاين لو موتيف دو ترانزاكسيون وكاين موتيف واحد اخر سي لو بريكوسيون. ومن هنايا لي نيو كلاسيك لي كلاسيك ولاو كياخذوا يعني الهيبه ديال الكلاسيك ولات كتنقص شويه. الوغ بلا ما نطول عليكم نمشيو نكملوا الشرح ديال مدام اديوبه. الا كنتي مازال ما تابونيتي في لاشين يوتيوب او في انستغرام دخل اش كتسناو بارطاجي مع اصحابكم باش نوصلوا لاكبر عدد ديال الناس، وما تنساوش بانه بينكم غادي نوصلوا ان شاء الله. الوغ ندوزو الكور ديال مدام اديوبا. فوالا عندنا لي نيو كلاسيك اي لابروش نيونسي دو ليكول دو كومبريدج، سوا لي نيو كلاسيك سوا ليكول دو كومبريدج، عقلوا على هذه القضيه هذه. الو قبل ما نبداو عندنا ارتشهير سيسو بيغو اي الفريد مارشال، جوج حوايج اللي خصكم تعرفوا. ارتشهير سيسو بيغو فهو حضر الازمه ديال 1929، يعني هذيك الازمه ديال 1929 اللي تما مات لهم الحوت لي كلاسيك، تما خداو واحد البوز كان حضر ليها ارتشهير سيسو بيغو. ولكن الفريد مارشال ما حضرش لهاد 1929 لحقاش هو مات في 1924 تقريبا، يعني هو مات في 1924، يعني ما حضرش للازمه، ما حضرش لذاك الكلاش ديال كينز لي كلاسيك، فهمتوا قصدي؟ حاولوا انكم تعقلوا على هاد القضيه. الو الفريد مارشال اي ارتشهير سيسو بيغو فون غوفورمولي لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني. فوالا اول حاجه لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني ديجا هضرنا عليها،
اللي هي ليكواسيون دو جيشونج دو فيشر. وجا ارتشير سيسو بيغو الفريد مارشال فون غوفورمولي يعني عاودوا نجونا واحد العلاقه من ديك العلاقه ديال ليكواسيون دو فيشر. فهمتوني؟ يعني خرجوا لنا علاقه من العلاقه ديال لي فيشر اون ميتون لاكسون سور لا موني ديتوني بار لي اجون ايكونوميك. ولكن ارتشير سيسو بيغو الفريد مارشال على اعتمدوا على ما نركزوا il met ton accent sur la monnaie détenue par les agents économiques. Elle a dit que la partie اللي كيركزوا اللي كيحتفظوا بها لي اجون ايكونوميك من المال. يعني هنايا غادي يجيبوا لنا واحد الحاجه اللي هي جديده بالنسبه لي كلاسيك. يعني لي كلاسيك كان تيقول لك عندنا موتيف دو ترانزاكسيون فقط. يعني عندنا لي اجون ايكونوميك كيشدوا الفلوس كيمشيو يستعملوها ما كيحتفظوش بالمال كاع. ولكن هنايا من جا يعني ارفيد مارشال وارتشيرسي سوبيغو قال لك بانه ركزوا على sur la monnaie détenue par les agents économiques. Dès que la partie de la monnaie qui est bien les agents économiques. Yani, alors, pour Marshall, ce désir de détention de monnaie résulte d'une utilité dérivée due à la non-synchronisation entre la perception des recettes et leurs dépenses. Voilà. Pour Marshall, yani Alfred Marshall, ce désir a déclaré que l'échafaud de l'mal a donné une résultat. Quelle est la résultat? D'une utilité dérivée, yani une des bénéfices mustaqa de la non-synchronisation, yani ma kinch une relation, ma kinch une la tâche, ma bin entre la perception des recettes et leurs dépenses, ma kinch une relation ma bin le madakhil ou le nafaqash. بالنسبه لي كلاسيك شنو كانوا تيقولنا؟ لي كلاسيك تيقول لك داكشي اللي كتدخلو نتايا داك الصالير ديالك كتمشي تنفقو ديريكت. يعني ما كيبقى منو والو. واش راكم بروكا الحولي راه ما بقى فيه والو نيت. المهم نوض قاعد بركه من اللحم والشحمه راك اخرى ما بقى والو ليكزام كملوا. قال لك هذوك المداخل بالنسبه لي كلاسيك تيقول لك داك الصالير ديالك انت كتمشي تخسرو ديريكت. يعني كيمشيو خسروا ما كيحتفظوش بالمال. ولكن بالنسبه لهنايا لي نيو كلاسيك جاوا قال لك لا راه ما كاينش واحد العلاقه ما بين المداخل والمصاريف راه والنفقات. راه بالعكس راه كاين يعني عندنا واحد هذوك المداخل راه كيشيط منهم شي حاجه ما كاينه شي حاجه تمايا. بالنسبه لي نيو كلاسيك لاحظوا شي حاجه ماشي هي هذيك بان داك الفلوس كامله شي حاجه منها ما كايناش في ليكونومي ما كدورش في ليكونومي. واش فرا شي واحد ولا كذا من هنا لاحظوا هذه القضيه بان لي زاجون ايكونوميك كيحتفظوا لنا بواحد لابارتي من داك الصالير ديالهم. نكملوا voilà. Ces demandes d'encaisse monétaire dépendent ainsi des volumes de transactions que les agents projettent de réaliser. Voilà. Ou la demande, yani la demande d'encaisse monétaire, yani dès que talab al ihtifad bil mal dépendent ainsi des volumes de transactions, yani qui attend على داك المعاملات التجاريه le volume de transactions que les agents projettent de réaliser. Les bravo يحققوه هذوك les agents économiques. La demande de monnaie MD يعني ديك العلاقه اللي خرجنا من ليكواسيون دو فيشر سميناها لا دوموند لا موني عبرنا عليها ام دي. يعني ام دي سي لا دوموند دو لا موني اي دونك ليي او بوفوار داشا هي مرتبطه بالقدره الشرائيه ديال لي زاجون ايكونوميك. لو بوفوار داشا غادي نحبسو هنايا وهذا لو بوفوار داشا خصكم تفهموه بالمزيان لحقاش هو مرتبط بالايكونومي مونيتير اي فينونسيير وغادي تبقاو تسمعوه مزيان وبزاف. وخصكم تفهموا هذا المصطلح اللي كنعتبروا انا هو واحد المفتاح بالنسبه لهذا الموديل هذا. لهذا درنا له واحد الفيديو او جوج فيديوهات او ثلاثه فيديوهات تقريبا اللي تلقاوهم في الانستغرام كاينين جوج بالفرنسي واحد بالدارجه. حاولوا تدخلوا انكم تفهموا هذا المصطلح هذا ديال لي زاجون او لو بوفوار داشا. حاولوا تفهموه مزيان حاولوا تفهموه لواحد الدرجه انكم تستوعبوا هذا المصطلح هذا باش انكم تقدروا تعبروا على بزاف ديال الامور وتفهموا بزاف ديال الامور. يلا بلا ما نطول عليكم كملوا. لو بوفوار داشا الوغ لا دوموند دو لا موني لي او بوفوار داشا كو لي اجون سوي ديتونير سو فورم لاكتيفيتي ليكيد اي سيكسبريم اون تيرم ريال. فوالا هاد لا دوموند دو لا موني لي مرتبطه بالقدره الشرائيه ديال هذاك لاجون اللي كيتمنى انه يحتفظ بواحد لابارتي ديال الماء سو فورم ليكيد ديال المال اش من ديال الماء سو فورم ليكيد سو فورم داكتيف ليكيد. يعني ملي تنقول داكتيف ليكيد شي حاجه اللي فلوس كتشدها بيدك راه ما كتشيش كديها للبنكه ولا كذا ولا كتشدها بيدك سو فورم داكتيف ليكيد يعني في جيبك كتحتفظ بها انت في الوساده ولا شي بلاصه اللي قريبه ليك وكتعبر عليها بواحد لو تيرم غير. دابا نمشيو نشوفوا هاد لا دوموند لا موني او هاد العلاقه ديال لا دوموند لا موني وحاولوا نحللوها وحاولوا تحللوا معايا هاد القضيه هادي. فوالا ام دي ايكال كا فوا ايغريد فوا بي هادي هي العلاقه غادي نرجعوا لها. دابا شفتوا العلاقه نكملوا.
الوغ لونكيس ريال ديزيري هاد لونكيس ريال اللي هو كنسميوه ام دي سي ار بي سي لا دوموند لا مونيسيغ لو نيفو جينيرال دو بري اي اون بروبونسيون كونستون كا دي روفوني ريال اغريد يعني هاد لا بروبونسيون كا هاد كا سي لا بروبونسيون كونستون سي لا بونت ديال ديك لا دوموند ديال لا دوموند دو لا مون ليكواسيون دو دوموند ديال لا مونيس لا بونت ديالها هي كا الوغ دي روفوني ريال MD c'est la demande, la monnaie K c'est l'inverse de la vitesse de circulation. Yani hadik l'inverse de la vitesse de circulation. Yani K katsawi na 1 ala V de circulation de la monnaie et représente la propension des agents économiques à conserver au moins un certain pourcentage de leur transaction totale sous forme monétaire. Voilà. Had K hadik la partie أو ذاك لو بورسونتاج اللي كيتمناو هاد لي زاجون ايكونوميك يحتفظوا به اللي باغيين الرغبه ديال الاحتفاظ بالمال هي هاد كا يعني الغوفوني كينقسم جوج ديال الاشياء فيه لو موتيف دو ترانزاكسيون هو داك النفقات ديالك اللي كتستعملهم وكاين واحد لابارتي اللي كتحتفظ انت بها منها اللي هي كا وحنا غادي نزيدو نطوروا هادشي ونزيدو نفهموه مزيان راه ما كنزربوا على حتى شي واحد Voilà, P c'est le niveau général de prix. Had P c'est le niveau général de prix. Y c'est le revenu réel. Voilà. Rajou, l'alaka diyanna, on fait mou haja bhaja. Voilà. Gna l'école de Cambridge met l'accent pour la première fois sur la demande de la monnaie. Yani had l'école de Cambridge ou le néoclassique, atou l'htimam diyalom ou rakzou ala la demande diyal la monnaie. Voilà, ajincha. Voilà. على لا دوموند لا موني هاي هذه هي لا دوموند ديال لا موني اي سا سي تي ريفوليسيون بارابور على الاناليز كلاسيك هذا واحد التطور كبير بالنسبه للنيو كلاسيك اللي داروه لحقاش ليكول كلاسيك على ما كانت كتعتمد قلنا دي بان ليكول كلاسيك ما عمرها كانت كتهتم بلا دوموند كانت كتهتم توجور بلوفر لحقاش هادشي ماشي شي حاجه اللي هي سيربريز بالنسبه لهم لحقاش عندهم لوفر كري سا بروف دوموند يعني هما كيامنوا بهذه الفكره بان لوف كري سا بروبر دوموند كيل كو سوا لا كونتيتي دو برودكسيون اللي كتجوها الشركات فاكيد وكون متاكد بانهم غادي يبيعوها في المارشي افيك لو ميكانيزم دي فليكسيبيتي دي بري هادشي ديجا درنا عليه وديجا وكنعاودوه باش انكم دخل لكم الدماغ بان لي كلاسيك كيعتمدوا على لوف ما عمرهم كانوا بازين على ولا كانوا كيهتموا بلا دوموند فوالا الوغ Les auteurs de l'école de Cambridge cherchent à répondre deux questions suivantes. Bravo, j'ai oublié la question. Quelles sont les raisons qui poussent les agents économiques à détenir le monnaie? Je ne sais pas si les agents économiques ont fait le mal. Voilà. Alors, pour répondre à cette question, Alfred Marshall et Archer Sissopigo reprennent l'équation de Fisher. L'équation de Fisher est M fois V est égal à P fois T. منها واحد العلاقة اللي سموها M D D على K فوا A ريد فوا B اللي سموها لا دوموند ديال لا موني دابا هنايا عندنا هذه سي لا دوموند لا موني هنا عندنا جوج ديال الاشياء عندنا A ريد فوا B اللي ديجا شفناها في ليكواسيون دو فيشر هذه اعتبرها هي تي اعتبرها هي تي M فوا B فوا A ريد هذه شنو هي قلنا سي لو ترانزاكسيون لو موتيف دو ترانزاكسيون اللي شفناها في ليكواسيون دو فيشر فهمتوا دابا قصدي يعني انا عطيتكم مثال الوغ ايغريت فوا بي عودناها سي لو غوفوني ريال ايغريت فوا بي سي لو موتيف دو ترانزاكسيون هاد لو موتيف دو ترانزاكسيون هادي غير هادي ولكن بقاتنا واحد لابارتي هي هادي هاد البارتي شنو كتعبرنا وقلنا كا هي لو موتيف دو بريكوسيون هي داك لا بورسونتاج او داك البارتي ديك البارتي من الغوفوني داك البارتي من الغوفوني او من لا دوموند لا موني اللي كيديروا لنا كيحتفظوا بهم لي زاجون ايكونوميك يعني هنايا ملي كنقولوا احتفاظ سي تا موتيف دو بريكوسيون بريكوسيون بي ار اي ما عنديش كندير نكتبها نتوما كتبوها بريكوسيون هذا ترانزاكسيون فوالا يعني عندنا كا سي لو موتيف دو بريكوسيون او اي غريد فوا بي سي لو موتيف دو ترانزاكسيون ام دي كتساوي لنا لو موتيف دو بريكوسيون فوا لو موتيف دو ترانزاكسيون يعني هذه لا بارتي اللي كيحتفظوا منها الفلوس هذه لا بارتي اللي كيحتفظوا منها لي زاجون ايكونوميك بالفلوس وهذه هذه لا بارتي يعني لو غوفوني مضروب فاش في لو نيفو جينيرال دو بري في ديك السلع والخدمات اللي كيستعملوا يعني داك الغوفوني داك البارتي من الغوفوني اللي كيمشي
كيمشي في لو ترانزاكسيون في الشراء والنفقات ديال لي زاجون ايكونوميك. فوالا فهمتوا معايا هذه القضيه هذه بالضبط. فينالمون بور لي كومبريجيان لا دوموند لا موني ديبوند دابور ايغريت هاد ايغريت لو روفوني ناسيونال هذا لو روفوني ناسيونال ديبوند ايغالمون بي سي لو نيفو جينيرال دو بري. هذا ماشي جديد علينا راه شرحناه بالمزيان بالتدقيق في الفيديو اللي قبل. كا سي لانفيرس دو سي لانفيرس دو لا فيتاس دو سيركيلاسيون دو لا موني. ولكن قلنا عاوتاني سي لا بارتي دو روفوني كو لي زاجون ايكونوميك سوي ديتونير سو فورم لاكشيف ليكيد. كنعاود نعاود باش تشدوا معايا هاد القضيه. سي تين ريفوليسيون باسكو لي نيو كلاسيك ديز كو لي زاجون ايكونوميك ايلز اون اون بريفيرونس بور لا ليكيديتي pour un motif de précaution. Si j'ai les jadides, les classiques, je ne dis pas que je dis que un seul motif, c'est le motif de transaction. Mais quand j'ai les new classiques, j'ai un motif jadid. Et j'ai un motif de transaction pour les new classiques, contre les classiques. J'ai un motif jadid pour les classiques. Alors, pour les Cambridgiens, ils s'intéressent à la demande. Au moins, j'ai un mot de la demande. Donc maintenant, ne s'intéresse pas les éléments qui détenir l'offre de la monnaie, mais on s'intéresse à la demande de la monnaie. Alors, pour les agents, alors, mets-toi la question. Pourquoi les agents économiques détiennent la monnaie? La réponse à l'équation, la question en même temps. Les agents économiques détiennent la monnaie pour un motif de transaction, les yagna P fois Y fois P, mais également pour une préférence de la liquidité, c'est qu'un motif de précaution. Voilà. Dabba fhamtou had el qadiya. Fi el akhir ghadi ndirou wahed el conclusion, ghadi ndirou wahed el muqarana, la comparaison ma bin l'équation de Fischer et l'équation de Cambridge. Yani dabba ghadi nkemmelou el dars, ala ma nsaliou, nzidou wahed el conclusion. Voilà. Nkemmelou ala barakatillah. Ainsi, il apparaît que la demande de monnaie dépend de trois facteurs. Had la demande de la monnaie, andha wahed trois dial les facteurs. Avec K, ghadi deja kchebtha lkom, avec K est égal à 1 sur V. هاد كا كتساوي لنا 1 سور في. ممكن تعوضوها ممكن تخليوها هكا. نكملوا فوالا. هاد لي 3 فاكتور لا دوموند لا موني اي ان فونكسيون كرواسون دي روفوني ريال. الي كتعود على لا دوموند ال كتعود على لا دوموند لا موني. المهم اي ان فونكسيون كرواسون دي روفوني ريال وهادي غادي نشرحها لكم بالزربه. اي ان فونكسيون كرواسون او روفوني ريال ملي تنقول اي ان فونكسيون كرواسون او روفوني ريال خصكم تعرفوا ملي كندير مثلا واحد فوالا مي كندير واحد الميبيان هنا عندنا ام دي سي لا دوموند لا موني فوالا وهنا عندنا لو غوفوني غيال اغريد مي كنقول فونكسيون كرواسون فوالا ها هي فونكسيون كرواسون يعني التصاعديه. ومي كنقول فونكسيون كرواسون شنو كتعني؟ بانه كل ما زدت في الغوفوني كتزاد لنا لا دوموند لا موني. ها انت ناخذ هذا البوان نزيدو دابا لهذا البوان هذه حنا زدنا في الغوفوني ها هو تزادنا لا دوموند يعني دلا موني. كل ما زدنا ملي كنقول سيتي فونكسيون كرواسون كل ما تزاد الغوفوني كل ما الغوفوني ناسيونال كل ما كيتزاد لا دوموند دلا موني. فهمتوا هاد القضيه ديال سيتي فونكسيون كرواسون؟ واخا نرجعوا للعيبات ديالنا فوالا. Il est une fonction croissant du niveau général de prix. Aoutani est une fonction croissant du niveau général de prix. ومن تنقول لي نيفو جينيرال دو بري نعاود نشرح لكم القضيه عاوتاني بنفس الطريقه. هي راه نفسها ايكرون نوار. قلنا هنا عندنا ام دي وهنا عندنا لو نيفو جينيرال دو بري سي بي فوالا. دابا سي فونكسيون كرواسون دو روفوني سي فونكسيون كرواسون دو نيفو جينيرال دو بري. كذلك كل ما تزادنا لو نيفو جينيرال دو بري ملي تنقول لوغمونطاسيون دو نيفو جينيرال دو بري سي لانفلاسيون. ناخذوا هذا البوان هادي فوالا. دابا غادي نزيدو في النيفو جينيرال دو بري فوالا فوالا. ها يعني كل ما زدنا في لو نيفو جينيرال دو بري كل ما كيتزاد لا دوموند لا موني. سامبل بسيطه. نفترض انت كنتي كتخدم اسيدي بواحد الصالير ديال 1000 درهم نفترض، ولكن كنتي كتشري بهاد 1000 درهم كنتي كتشري بها خبزه كتاكل بها خبزه عندك الخبز اللي كاين في هاد ليكونومي هادي. تصور ان لي نيفو جينيرال دو بري ديال الحوايج ديال داكشي كامل تزاد زاد واحد الثمن خيالي ما بقاش كيخدك داك الصالير وراه اوتوماتيكمون حتى انت غادي تولي تزيد كتولي تطلب واحد لا دوموند غادي تولي تطلب انه يتزاد لك لا دوموند لا موني
يعني تولي تزيد تطلب من لا موني، يعني كل ما تزاد لو نيفو جينيرال دو بري كل ما كتزاد لا دوموند لا موني، كل ما كتزاد الطلب ديالك على الفلوس. فهمتوا قصدي؟ يعني سي سامبل وبسيطه. فوالا. Alors, c'est une fonction décroissante de la vitesse de circulation de la monnaie. Ou il y a une fonction décroissante de la vitesse de circulation de la monnaie. Mais c'est une fonction décroissante de la vitesse de circulation de la monnaie. Je vais vous montrer. Maintenant, M, D, c'est la demande de la monnaie. Toujours, on a un V. C'est une fonction décroissante. C'est une fonction décroissante aux vitesses de circulation de la monnaie. Il y a une colma zetna la vitesse de circulation de la monnaie, colma nxna la demande de la monnaie. La demande de la monnaie. Il y a une haïa, un nahad le point là. Lesna nxna, un nahad le point. Un nxom la vitesse, un nxom le point. Haïa, zetna la demande de la monnaie. Haïa, zetna la demande. D'abord, qu'on a fait le point là. كنا في هذا البوان هذا زدنا لهذا البوان كل ما تزادت كل ما كينقص لا دوموند لا موني ها هو لا فيتاس كل ما تزاد ولكن كيف ما قلنا كا سي لانفيرس ايتيغال 1 سور في كا سي لانفيرس دو سير دو لا فيتاس دو سيركيلاسيون دو لا موني مي تنقول لانفيرس دو سيركيلا دو لا فيتاس دو سيركيلاسيون دو لا موني يعني عندنا هنا في ما عندناش 1 سور في ما بغيتش نزيد نطول عليكم هذه الحاجه كنت باغي نشرح لكم هذه القضيه هذه ولكن ما حدو ما شرحتهاش الاستاذه وما عطاتش عليها شي حاجه بلا ما نزيد نتعمق معكم في هادشي ديال الماط خليكم غير هادشي نتوما فهموا غير في هادشي اللي عطاونا نتوما فهموا غير ثلاثه سي فونكسيون كرواسون دي روفوني ريال سي فونكسيون كرواسون دو نيفو جينيرال دو بري سي فونكسيون دي كرواسون دو لا فيتاس دو سيركيلاسيون دو لا موني هاد ثلاثه ديال لي فاكتور فهموهم La demande de la monnaie, c'est une fonction croissante de revenu réel, c'est une fonction croissante du niveau général de prêt, c'est une fonction croissante de la vitesse de circulation de la monnaie. Alors, comme pour s'en tenir à l'essentiel, dans l'optique néoclassique, la demande de monnaie ne dépend pas de variables telles les taux d'intérêt. Elle est supposée inélastique au taux d'intérêt, dans la mesure où les encaisses sont essentiellement affectées à la dépense. Il n'y a pas d'arbitrage entre détention de monnaie et placement financier. Pour s'en tenir à l'essentiel, dans l'optique néoclassique, la demande de la monnaie ne dépend pas de variables telles le taux d'intérêt. Il ne dépend pas ماشي تيتا باش المهم ما كيتعلقش باللو فاريابل ديال لو تو دانتيغي لو تو دانتيغي ما كي يعتمد هنا على 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 ليكول نيو كلاسيك هاد لوبتيك نيو كلاسيك لحقاش حنا عندنا هنايا الاحتفاظ بالمال باش تفهموا واحد الحاجه مي كنقول احتفظ بالمال راه كتحتفظوا انت في الدار ديالك ما كديش مثلا لابونك باش تعطيك واحد الفوائد ولا كذا ولا هذا راه انت عاجبك المال باغي تحتفظ به غير هكاك لدوائر الزمان ولا المهم باغي تحتفظ به فهمتوا قصدي يعني هذيك لا ديتونسيون ديال لا موني الاحتفاظ بالمال عندنا حنا داك الامتلاك تملك المال شحال واحد راه ما كيكرهش المال المهم هادشي راه باين انك تخليه عندك وانت هذا وما ما تيقولكش غادي بالنسبه لك نيكولاسيك تيقول لك المال كيبقى في الدار ما كتحتفظ به راسك ما كديرش باش تحت يعني من اجل واحد الفوائد Il est supposé inélastique au taux d'intérêt. Dans la mesure où les encaisses sont essentiellement affectées à la dépense. Voilà, il n'y a pas d'arbitrage entre la détention de la monnaie. Mais qui est l'arbitrage entre la détention et le placement financier. Mais quand on dit le placement financier, كدير واحد البلاسمون فينونسيير هذا هو اللي بغاو يقصدوا ما كاينش واحد العلاقه ما بين لا ديتونسيون دو لا موني يعني داك الاحتفاظ بالمال اللي كتحتفظوا في داركم مع لي بلاسمون فينونسيير بلاسمون فينونسيير كدير كتانفيستي في لا بنك هادشي اللي بغاو يقصدوا من هادشي كامل بانه لي نيو كلاسيك ما بغاوش يبهدوا هنا ما بغاوش يمهدوا لك الطريقه لو موتيف دو سبيكيلاسيون هنا اعتمدوا فقط لو موتيف دو ترانزاكسيون ولو موتيف دو بريكوسيون هادشي اللي كاين يعني هو قال لك ما كاينش واحد العلاقه ما بين لا ديتونسيون دو لا موني اي لو بلاسمون او بلاسمون فينونسيير
ندوزو كونكليزيون. الوغ كونكليزيون وهادشي كتبوه عندكم. Les Cambridgiens vont conclure que la monnaie est demandée pour un motif de transaction, point commun avec les classiques. Yani gal li anna kay le motif de transaction, عندنا واحد le motif de transaction وهذه واحد النقطه مشتركه مع بلي كلاسيك, mais également pour un motif de précaution وهذه واحد الحاجه اللي هي جديده. Prévention ou précaution, c'est la même chose. Autrement dit, les agents économiques souhaitent conserver une partie de revenus sous forme d'actifs liquides. يعني كيبغيو يحتفظوا بالمال. فوالا دابا هادشي لي كونكليزيون بالنسبه شنو قالوا لي كومبريدجيان. كيلي لا ديفيرونس انتر ليكواسيون دو فيشر اي ليكواسيون دو كومبريدج. قلنا فيشر عندنا ليكواسيون دو فيشر وعندنا ليكواسيون دو كومبريدج. بالنسبه ليكواسيون دو فيشر لاكسيون ايمي سور لوفر. فوالا يعني ليكواسيون دو فيشر لاكسيون ايمي سور لوفر, مي دو كومبريدجيان لاكسيون ايمي سور لا دوموند. هادي عقلوا عليها, تقدر تحطها لنا مدام اديوبه وهي كتبات هادشي كتبته هي بيديها, ما كانش في الكور اللي كتبته بيديها. جوج ديال الحاجه الثانيه لا موني اي ديتونير بور ان سول موتيف بور ان سول موتيف. عفوا سمحوا لي انا راه كنخلط ما بين الذكر والانثى, يعني في مينا ماسكيلان سمحوا لي على هاد القضيه تلقاوها بزاف فيا. المهم اعتذر كنحاول نصلحها. لا موني اي ديتونير بور ان سول موتيف موتيف دو ترانزاكسيونيل, يعني بالنسبه للفيشر او بالنسبه للكلاسيك. Mais pour les néo classiques, la monnaie est détenue pour deux raisons, motif transactionnel et motif de précaution. Voilà. Fais tout d'abord le frac. Mabine, Cambridge et Fisher. Andenaya, l'offre n'a la demande. Là, juste sur le motif, c'est motif transactionnel. Là, motif transactionnel et motif de précaution. À tirer ce que je fais, moi, Mzian, ce que je sais pas. Nous commençons. On chauffe d'abord Andenaya. واحد لا سانتيز على الاناليز كلاسيك, يعني نشوفوا شنو هنا واحد الكونكليزيون جينيرال. الوغ بالنسبه لي بري كلاسيك نشوفوا لي بري كلاسيك شنو شفنا منهم. لي بري كلاسيك لا موني اي تان سامبل انترميديير دي سيشانج, هادشي اللي قالوا لي بري كلاسيك. روبتير افيك لو ميركونتيليزم ديجا شفناها, كي فوا اون لا موني ان سين دو ريشيس. لو ميركونتيليزم اللي يقول لك لا موني سي تان سين دو ريشيس, منها جا دافيد هيوم اي جون بودان. David Hume les gueule là, la monnaie c'est pas un signe de richesse, mais la richesse d'un pays c'est pas la quantité de la monnaie, mais c'est les hommes, c'est le travail, c'est les marchandises dans l'économie, c'est le volume de production. Hadou ya la richesse d'un pays. Et là fais clasha le mercantilisme. يعني دافيد هيوم لا ريبتور ملي تنقول لا ريبتور يعني واحد لا ريبتور. عقلوا على هذه القضيه لا ريبتور افيك لو ميركونتيليزم. لو ميركونتيليزم هي اللي كتقول هذه القضيه هذه لا موني سي تان سين دو ريشيز. ولي بري كلاسيك تيقول لك لا موني est un simple intermédiaire des échanges. Qu'on a l'air de dire. Deux autres, les classiques. Moura, je n'ai pas obtenu les classiques. Voilà. Les classiques, je n'ai pas obtenu. La monnaie n'est qu'un voile. Les gars, j'en pense ici. La monnaie n'est qu'un voile qui masque la réalité des échanges. La voile monétaire, les gars, j'en pense ici. La dichotomie entre la sphère réelle, la dichotomie, les gars, c'est une sphère. Je n'ai pas obtenu la sphère réel et la sphère monétaire. La dichotomie entre la sphère réelle et la sphère monétaire. L'équation des échanges de Fisher montre que toute variation de la masse monétaire, et Nicole Metzette la masse monétaire, entraîne une variation proportionnelle du niveau général de prix. La relation causale entre la masse monétaire et le niveau général de prix. Il y a des classiques. Voilà, tu m'as deux. Les néoclassiques, l'approche cambridgienne basée sur les encaisses. Yani, tu vas atteindre là les encaisses. L'actifat de l'humain ou, yani, les encaisses lectinaises d'elle. Il met en avant la détention volontaire de monnaie des agents économiques plus que sa circulation. C'est le paramètre K. Yani, atteindre là le paramètre K, les Z, l'école cambridgienne ou les néoclassiques, les galèques bien naho. كاين واحد لا بارتي من الغوفوني اللي كيحتفظوا بها لي زاجون ايكونوميك, وهادشي اللي خصكم تعقلوا عليه بالمزيان. يعني دابا حنا درنا واحد الغولاسيون سالينا مع لي كلاسيك والاخوان ديالهم. فوالا هذوك لي بري كلاسيك لي نيو كلاسيك اي لي كلاسيك, وهادشي اللي خصكم تعرفوه وخصكم تفهموه من خلال هاد القضيه. تنساش توصل هاد الفيديو الماكسيموم ديال البارطاج, الماكسيموم باش نوصلوا لاكبر عدد ديالنا. الو بما اننا درنا مقارنه ما بين ليكواسيون دو فيشر اي ليكواسيون دو كومبريدجيان وعرفنا شنو الفرق بيناتهم وفهمنا هذا الشيء, كنا متاكدين بان هذا الشيء يقدر يتحط
في ليكزام من خلال لحقاش ركزت عليه مدام اديوب. الا كنتي مازال ما تابونيتي في لاشين يوتيوب او في انستغرام دخل اش كتسناو بارطاجي مع اصحابكم باش نوصلوا اكبر عدد ديال الناس، وما تنساوش بانه بينكم غادي نوصلوا ان شاء الله. كيف ما كيقول لك الكلاسيك، جامي الكريس انها تكون، ولكن من جات 1929 قلبت الموازين كامله وضربات داكشي اللي كانوا كيقولوا لي كلاسيك كامل في الزيرو، وحبسوا تمايا ما لقاو ما يديروا، صافي بقاو كيشوفوا داكشي كامل اللي كانوا كيطبقوا عليه ربعات القرون هذيك. ازمه وحده جمعت لهم المطاوي ديالهم كاملين. يعني شكون غادي يجي باش يحل لنا هذه الازمه؟ هنا باش غادي يجي كينز البطل ديالهم في ديك الفتره، وغادي يحل هذه الازمه، وغادي كريتيكي داك الموديل كينيزيان، غادي كريتيكي عفوا داك الموديل كلاسيك كامل، وغادي يجيب لنا حوايج جداد. الا كان لي كلاسيك كيهتموا بلي لي فليكسيبيليتي دي بري، لا هو يقول لهم لا ما نهتموش بلي بري، البري خليهم ستابل، نهتموا بلا كونتيتي. الا كان هو تيقول له تيقول لك بانه لو موتيف دو ترانزاكسيون، هو قال لهم لا لو ترانزاكسيون لو بروفيسيون اي لي سبيكولاسيون، بزاف ديال الامور اللي غادي نشوفوهم في الفيديو الجاي ان شاء الله من خلال كينز. الوغ الا بقينا في الحياه ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي. اي او روفوار او بون كوراج.